الصحراء الأردنية عالم عمودي مدهش من الوجوه الصخرية ودرجات الحرارة المميتة والأمطار الغزيرة القاتلة. ضمن هذا العالم المتطرف هناك قصة لم يتم سردها. مخلوقات تتصارع للبقاء في تضاريس قاحلة وصعبة، وتتجه بخطى مترنحة إلى شواطئ البحر الميت. لك الأكوان جارية، لما قدرت من أمدي بهامدها بذي الكبد بجاهلها بذي الرشد بظاهرها بباطنها برحلة أمسها لغد. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج المميز والأكثر شهرة في العالم، برنامج الحصن. كما تعرفون الرياضة ليست قوة عضلات فقط، إنما هي ذكاء أيضا، وكثيرون هم الرياضيون الذين يربحون باستعمالهم دماغهم أكثر من استعمالهم عضلاتهم، وهذا ما ينطبق تماما على برنامجنا الليلة، برنامج الحصن. هناك فريقان في اللعبة، فريق المهاجمين الذي عليه تخطي الحواجز الصعبة والقوية والعنيفة أحيانا ليصل إلى احتلال الحصن، وهناك المدافعون الذين يملكون أيضا الكثير من الذكاء والدهاء والحواجز المميزة التي تمنع بالتالي المهاجمين من الوصول. اسمع أيها الإنسان وشاهد وتمعن أيها الموصوف بالعقل والحكمة، الحياة معجزة ظهرت منذ 4 مليارات من الأعوام، ونحن بنو الإنسان لم يمضي على وجودنا سوى 200,000 من الأعوام.